بقى ايه اللي حصل؟ انا جايه لحضرتك لان انا اتخذت ظلم وعمل معايا اعمال ما تنفعش وخدوا براءه، فانا مش لاقي حد يجيب لي حج وعايزه حج من العداله، وبوجه الكلام لمدحت براءه لان هو اللي اداهم البراءه، وعايزه حضرتك تتفرجي على الفيديو. اتفرج. عايزه حضرتك تشوفيه وتشوفي اللي معمول فيه، وده تعرض على التليفونات كلها في البلد عندي. وبهدل بلد ايه؟ محلة اللبن تبع بسيون، وبهدلوني بهدلة جامدة، وبعد كده والعيال دي اصلا محبوسة على ذمة جوادي تانية، وخدوا براءة من جوديتي انا، فانا مش لاقي حد يجيب لي حق، ما عنديش حد يجيب لي حق. لا، ولو حقك ما رجعش دي تبقى كارثة. انا مش لاقي حد يجيب لي حق، تبقى كارثة. انا يطلع حضرتك بعد ربنا يعني عشان تجيبي لي حق، لان الفيديو اللي حضرتك شفتيه ده نزل على التليفونات كلها، وانا بعمل، انا عندي بنت، والبنت ديت بقى اما تكبر طبعا دي هتجيب لها عقب في الحياه، فانا مش لاقي حد، وانا جوزي عاجز مش لاقي حد يجيب لي حق. مين يجيب لي حق؟ مين هو ده؟ ايه اللي حصل؟ هم جم خدوني من البيت. ليه؟ تحت تهديد سلاح. ليه؟ ابن عمي ماله دي خدني. ليه؟ مش عارف، هو لما خدني لقيتهم دخلوا عليا بالسلاح. ايه، ما لازم في سبب. هددوني بقتل ابني. لا، انت بتقولي لهم في الفيديو خلاص كفايه. ده الكلام ده بعد ما ناموا معايا وسوجوهم صوروني وبيهددوني يعني عشان ايه؟ اما يعوزني رأيي. ايوه، بس انت قلت لهم خلاص كفايه، مش هفتح بقي ولا هقول حاجه. لان كانوا بيهددوني. على ايه؟ على اغتصاب؟ لا، بيهددني يعني لو اتكلمتي جبت السيره لحد اللي احنا عملنا ده هنبعتوا الفيديو ده في رساله لجوزك وهنفضحوك على الدنيا بحال. قلت لهم انا مش متكلمه. يعني هم خدوكي عشان يغتصبوكي بس؟ اه، عملوا اللي عملوهم معايا وهددوني بقتل ابني. قلت لهم انا لو مؤاخذه يعني انا مره، اعمل اللي انت عايزينه بس ابني ما حدش ليه دعوه بيه ولا حد يلمسه. عملوا اللي عملوهم معايا وراحوا مصوروني وهددني، قال لي لو اتكلمتي هنبعته في رساله لجوزك، فانا مش لاقي حد ياخد لي حق، وطالعه من عند الجاري. يعني الفيديو ده وريتيه للناس اللي رحتي اشتكيت لهم؟ احمد به غباره ده رئيس مباحث بسيوم، هو اللي وقف معايا وهو اللي ساعدني وهو اللي شجعني، انا ما لقيتش حد وقف معايا الا هو. حتى لما رحت له قال انا بحسبك اتنازلت لما خدوا البراءه. خدوا براءه ازاي؟ مش عارف، انا مش عارف. وبعد ما خدوا البراءه انا ماشيه بقى. بس دي حاجه خاصه ببوليس الاداب، لو سمعنا ان واحده تتاخد وتتصور بالطريقه دي البشعه دي. هو ما يرضيش ربنا اصلا، انا مش عارفه القاضي اداهم براءه ازاي وتتساب الحكايه ويطلعوا براءه. انا اليوم مش عارفه، وهم اصلا محبوسين على جوادي تاني، هم طالعين من جوادي تاني وصوتهم موجود في الفيديو ما اناش عارفه، والقاضي ايه وايديهم موجوده في الفيديو، والقاضي كمان عملها في المداول وجاب لي المتهمين، وانا شاورت عليهم وجبت له وقلت له الدجه اللي في ايد صلاح ايه. امال ايه؟ معرفش، انا معرفش جوزي. كنت انا بعد الموال دي انا ما تكتش اقعد مع حد خالص، ما كنتش طايقه ابص لحد ولا اكمل الحياه مع جوزي. المهم خد روحت عند بيت اهلي، راح جوزي اشتكاني عشان اروح بالعافيه. اشتكاني بسرقه ذهب، سرقه عزال، وسرقه طفل. راح المحامي علي بليكه ربنا ما يسامحه، راح جايب المحضر ده مستخدمه في القضيه. انا انت سوابق يعني؟ لا قصدي ان معمول ضدك محاضر يعني سرقه وبتاع. يعني قال لي جوزها بيتهمها بالسرقه. معلش، ما هو انت لو حراميه برضو ما يتعملش فيكي كده. المهم جوزي لما عرف ان قضيتي اللي هو اللي بوظ قضيتي قال لي انا واقف جنبك لو هبيع الدنيا بحل، عنده عربيه ملاك اسمه هو عاجز، قال لي انا هبيع عربيتك وافتح لك التحقيق من تاني، وانا جاي لحضرتك عشان تساعديني، انا عايزه حضرتك تساعديني، انا مكسوره مش عارفه امشي في بلد، انا ماشيه زي ما اكون غريبه، انا ما بطلعش من البيت. دي مصيبه. انا ما بطلعش من البيت والعالم كلها مفكراني ان انا ظلماه، وصوته في الفيديو يعني انا اللي مزهقني من العالم ان هم واقفين مع واحد مجرم. ده الفيديو موجود، ده مجرم فين؟ ده وزعه في البلد بعد الطفل الصغير كان بيتفرج على الفيديو. انت اللي عملتي في نفسك كده يعني؟ انا عارفه، انا دوخت قبل ما وصلت لحضرتك، اصلا كنت عايزه اوصل لحضرتك باي طريقه. ما انا مش هقدر ازيع الفيديو، مش هقدر اقول بشاعه اللي انا شفته. انا عايزه حضرتك تساعديني، انا عايزه حضرتك تساعديني. لا، في مصر فيها رجاله كتير قوي تساعدك. انا عايزه حضرتك تساعديني. ما ينفعش ست تتاخد يتعمل فيها كده ويتساب. في رجال قضاء وفي رجال قانون وفي رجال مباحث وفي دوله. مش انا عايزه افتح التحقيق قبل 40 يوم، انا جلستي كانت 18/5، جبت الحكم ما يسقط كده حاجه هيضيع حضر.
طب ما ترفعي تاني. ما انا رافعه تظلم وجايه لحضرتك، جايه لحضرتك عشان توقفين على رجلي. رفعه فين؟ في محكمه الجنايات في طنطا. فانا مش عارفه اعمل ايه. لا انت مش المفروض تعملي حاجه خالص، المفروض تشتكي بس. اشتكي ايه؟ اشتكي لمين؟ انا ماليش حد يجي في جنبي، انا ماليش حد، لا لي اب ولا لي اخ ولا لي عم ولا لي حد خالص. انا حضرتك شفتيني، انا جوزي بيطلع يشتغل يعني بيديني الفلوس مصاريف الاجره وكده عشان اجي، يعني انا ماليش حد. اعمل ايه؟ انا مش عارفه. لا هو انت مش المفروض تعملي حاجه خالص. ما انا جايه لحضرتك عشان حضرتك احنا معانا الفيديو اللي هي متصوره فيه، قلعوها هدومها وصوروها في كل حته من كل حته وعملوا حاجات مش لطيفه خالص خالص، وذاعوا الفيديو ده في كل حته. فين بقى مباحث الاداب؟ فين يعني ان الست تتصور فيديو وتتهدد بيه؟ ده تبع مباحث الاداب، ده المفروض ان هو تبع مباحث الاداب. ما ينفعش واحد ياخد ست يعمل فيها كده، حتى لو هي حراميه، حتى لو هي قاتله، حتى لو هي اي حاجه في الدنيا، ما ينفعش ان يتعمل فيها كده وتقولي ان هو ده اللي عمل كده. ما هو باين صوته في الفيديو وباين ايديه. صوت اتنين فيهم، الاتنين محبوسين. الاتنين محبوسين. اه واحد هيطلع في شهر 11. ليه؟ وانا مش عايزاه يطلع، اما اخد حقي منه الاول. يطلع ازاي؟ هو خلاص ما خد براءه من قضيتي، محبوس على حاجه تانية؟ محبوس على ذمه قضيه سرقه 6 اشهر. اه والتاني عليه بتاع 3 جنايات واحده جت. يعني هما سوابق اصلا. اه ده هما مسجلين اصلا. يعني هما ما اتحبسوش على ذمه قضيتك انت؟ لا يعني هما اصلا سوابق، مسجلين خطر اصلا. فانا مش عارفه اعمل ايه، انا مش عارفه اعمل ايه. احنا المفروض ان بعد الحلقه دي ما نعملش حاجه خالص. الفيديو معانا وهما سامعيننا، ولو مباحث الاداب عايزه تشوف الفيديو ناخد لها الفيديو. انا عايزه حضرتك تساعديني وتيجي في جنبي. لا مش انا هساعدك، في دوله انا واحده مكسوره وعايزه حضرتك ترشديني انت. في دوله هتساعدك اكيد. ما انا عايزه حضرتك اللي ترشديني. اكيد ممكن بقى هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان ساعات ثغرات في القانون. اكيد القاضي عمل اللي عليه وما عملش حكم غلط، ولكن في ثغرات في القانون ممكن يكون دخل منها المحامي. بس احنا يعني تاني نتظلم ونرفع قضيه تاني وتاخدي حقك. ما انا عايزه حضرتك تفتحي لي القضيه من تاني. مش انا اللي هفتحها. ما انا عارفه، ما انت حضرتك اللي هتساعديني. احنا بنقول اهو يعني مع رسول الله البلاغ، احنا بنبلغ اهو والفيديو معانا. وانت قلتي ايه؟ محكمه طنطا؟ محكمه الجنايات في طنطا. اكيد محكمه الجنايات في طنطا دي فيها قضاه محترمين جدا جدا جدا، واكيد هيسمعوكي، واكيد مش هيسيبوا ابدا ولا شرفك ولا شرف بنتك يضيع كده. واي حد هيتداول الفيديو ده في البلد بتاعتك يبقى مش راجل. كله كان بيتفرج عليه، كله كان بيتفرج عليه في اكتر من جاله. هي البلد دي بقى نعمل فيها افلام؟ يعني انت حضرتك شايفه ان ده فيلم؟ انا شايفه ده ان قمه الانحطاط. واذا كانت البلد دي هتقوم في الفتره اللي جايه على الاخلاق فعلا، يبقى لازم نعاقب اللي ما عندوش اخلاق.